أهلا بكم. الأخبار الرياضية لهذا اليوم: أقيمت اليوم مباراتان ضمن جولة 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث أسفرت المباراة الأولى التي جرت في البصرة عن تعادل فريقي البحري ونفط الجنوب بهدف لكل منهما، وشهدت المباراة الثانية التي جرت في زاخو واتسمت بالإثارة تسجيل 7 أهداف، كانت حصيلة الطلبة فيها 4 مقابل 3 أهداف لمضيفه فريق زاخو. تفاصيل هذه المباراة في تقرير عمار ساطع. بين معادلة شحة الأهداف التي دائما ما كانت تهيمن على نتائج مباريات دوري كرة القدم العراقي الممتاز وما حدث في لقاء زاخو وضيفه الطلبة فوارق عديدة، فالأهداف 7 التي سجلت في مباراة الطرفين في ملعب خلت مدرجاته من المتفرجين قضت على تلك المعادلة التي منحت الضيف فوزا مهما ومثيرا على فريق عنيد. لاعبو زاخو ظهروا بأداء مميز بقيادة مدربهم الروماني الجديد، ولم يكذب اليافع عباس عبد خبرا حتى وضع زاخو في المقدمة بهدف جميل راسما لوحة الفرح، غير أن نظيره ياسر عبد المحسن أدرك التعادل بهدف مباغت بعد 3 دقائق، لكن عباس عاد مرة أخرى ووضع زاخو في الطريق الصحيح محققا 2 أهداف فريقه قبيل نهاية الشوط الأول. زاخو يحقق التفوق لكنه لم ينله بعد. سجلوا علينا بالبداية، قدرنا نعوض بصورة صحيحة وبصورة سريعة الحمد لله وشكر، يعني مثل ما شفت المباراة مفتوحة وعندنا أخطاء دفاعية لازم نتداركها بالمباراة القادمة. شوط ثاني تحولت فيه المواجهة إلى تفرعات غريبة الأطوار، رأسية مبكرة مفاجئة لياسر عبد المحسن تعيد النتيجة إلى نقطة التعادل. عزيمة وإصرار لاعبي زاخو لم تهدأ، إذ نجح العريس عباس من تحقيق 3 أهدافه الشخصية لفريقه بمرمى الطلبة وسط حالة الذهول، لكن المحترف كوني تمكن من تحقيق التعادل للطلبة من أولى المحاولات، نتيجة ثلاثية تصف ما جرى في زمن مباراة مثيرة. نجم المباراة ياسر عبد المحسن ختم المباراة بهدف فصل الربيع ليضع النقاط 3 في جعبة فريقه ويقبض على أحلام لاعبي زاخو وسط الاستياء الحاصل من الحظ العاثر. مشكلة غريبة، يعني انه تسجل 3 أهداف تجي عليك 4 أهداف، فشي غريب، يعني حاولنا نصحح من وضع الفريق، كل الأمور كانت مهيئة انه اليوم نحقق نتيجة إيجابية. فريقنا بشهادة الكل انه الفريق ده يقدم مباريات كبيرة، لكن تجينا أهداف عكسية، أهداف يعني صراحة بدائية بكرة القدم. ملعب إلى سبب رئيسي بانفتاح المباراة، يعني شوف هجمة بهجمة، احنا كل مباراتنا حتى اللي خسرنا بها مع النجف وصار عليها لغط ضرب الاوف سايت الهدف، فكل مباراة اذا نقدم احنا ما يختلف فريق نادي الطلبة عن الفرق الاخرى، احنا نلعب منظومة واحدة او كتلة واحدة روح واحدة، يعني شوف الفريق ما عندنا نجوم بارزيني. اناقة الطلبة تكتمل في ملعب زاخو بعد ان نجح الفريق البغدادي في الفوز على صاحب الارض 4 أهداف مقابل 3 أهداف، مباراة مثيرة شهدت مهرجانا للأهداف. عمار ساطع، الحرة، زاخو.